السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة تاع ام خولة، وكنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. كنشكر جميع المتتبعين ديالي، وجيت نقترح عليكم خبزه بكريم باتيسير كتجي زوينه ولذيذه، نتمناكم تجربوها. والى اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. بالنسبه للمقادير، كنحتاجوا الكاس تاع حليب دافي، كاس ماء دافي، كاين كاس تاع الزيت، معلقه الخل، بيضه، الدقيق، كاين عندنا الملحه، كاين عندنا جوج معالق تاع السكر سنيده، ومعلقه تاع الخميره تاع الخبز. بسم الله على بركه الله، نتمنىكم تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر، فيه الطريقه مشروحه ومفهومه. كنخلطوا العناصر السائله، كنزيدوا عليها بيضه، كنخلطوا مزيان، كنزيدوا الخميره والسكر سنيده والملحه، كنستمر في الخلط حتى يتجانسوا العناصر، كنزيدوا الخل والدقيق. بعد ما جمعنا العجينه ديالنا، غادي نخليوها تختمر حتى يضعف الحجم ديالها، وغادي نشكلوها. بعد ما اختمرات غادي نشكلوها كويره، غادي نديروها بحال الخبزه، غادي نكرصوها مزيان، غادي ندهنوها بصفار البيض مع شوية الحليب، وغادي نديرو عليها المكسرات، غادي نخليوها ترتاح.
بعد ما ارتاحت غادي ندخلوها الفران مسخن من قبل على درجة حرارة 180. هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما طابت. باقي لنا التزيين ديالها، غادي نقسموها على جوج. غادي نديرو الوسط كريم شانتيه